السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. إن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه ولا تحصى معانيه وفوائده، فهو كلام الله العليم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولهذا حثنا الله سبحانه على قراءته وتدبره. يقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فكيف نتدبر القرآن؟ وما هي أسس التدبر لكتاب الله العزيز؟ وكيف نجمع بين أجر التلاوة الكثيرة والتدبر والتأمل؟ تدبر القرآن في رمضان موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. مشاهدينا الكرام، شاركوا هذه الحلقة على البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية لتصل لأكبر عدد من المسلمين. فضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. حياكم الله شيخنا، تقبل الله طاعتكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم وكرمكم الله، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم شيخنا. قبل أن نفتح المجال للسادة المتصلين، نود أن نسمع منكم كلمة فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم، كيف يكون في رمضان، وما هي أفضل الطرق لتدبره في هذه الأوقات المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حثنا على تدبر كتابه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتدبر معناه فهم ما في دبر الكلام، أي ما وراءه، فالكلام يصاحبه ويحاذيه منطوقه ويبقى وراءه مفهومه، فله قبول ودبر في الكلام، فما كان عند إطلاقه هو ما يفهم من السياق ومن النطق، وما وراء ذلك هو ما يدل عليه الكلام وما يمكن أن يؤخذ منه مما وراء ذلك. وتدبر القرآن قسمان: تدبر المحبة وتدبر المعاني. فتدبر المحبة مشروع لكل أحد، سواء كان من الناطقين بالعربية أو من الناطقين بغيرها، فهذا القرآن منزل للجميع، للخلائق جميعا، وفيه الهدى للجميع، فهو بذاته هدى للعالمين، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وهذا القرآن لا ريب فيه، كما قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفيه الشفاء للخلائق أجمعين، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالذي يأخذ ظاهره فقط يأخذ منه الأوامر والنواهي ويعرف السياق فقط، والذي يتدبر معناه الذي يتفهم ما وراء ذلك، فسيتدبر ترتيب الآيات في السورة، ويتدبر التعبير بالجملة الاسمية وبالجملة الفعلية وما يتعلق بذلك من نكات البلاغة من الإضمار والتصريح والكناية والحقيقة والمجاز وغير ذلك، وكذلك في تركيبة اللفظ وما فيه من بدائع الإعجاز اللغوي، وما يمكن أن يفهم منه أيضا من المعاني التي ليس الكلام مجلوبا لها وإنما تؤخذ بالإشارة. فالقرآن له دلالة إشارة وله دلالة عبارة،
فدلالة العبارة ما يؤخذ من منطوقه، ودلالة الإشارة ما يمكن أن يؤخذ منه بوجه آخر. والأصوليون يقولون إن اللفظ يدل على المعنى من 4 أوجه: يدل عليه بمنطوقه، ويدل عليه بمفهومه، ويدل عليه بمقتضاه وإشارته، ويدل عليه بمعقوله. فيدل على عليه بمنطوقه، وذلك بتفسير هذه الجملة. فمثلا قول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الجملة إذا أخذنا منطوقها هي أمر لنا بإقامة الصلاة وأدائها على أحسن وجه، وبإيتاء الزكاة طيبة بها نفوسنا، فهذا هو المنطوق. وأما دلالة مفهومه فهو أن الصلاة لا بد من إقامتها، وأنها أخت الزكاة، وأن بينهما ترابطا لا بد منه. وإذا أخذنا بإشارته فإن الإشارة مقتضية لأن يكون الإنسان عارفا أن علاقته بالله مشروطة بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة، وأنه بقدر ما يحسن ذلك ويتقنه تزداد علاقته بالله جل جلاله. وأما ما يتعلق بمعقوله فهو القياس عليه كإحسان الصيام أيضا وإحسان الحج، وإن كان ذلك ليس موجودا في منطوق الآية ولا في مفهومها، لكنه بمعقولها وهو القياس عليها، لأنها كلها أركان من أركان الإسلام، وكلها يلزم إحسانها وإتقانها. وتدبر المحبة يقتضي أن نحب هذا القرآن حبا شديدا، يا سلام. لأنه كلام الله جل جلاله، ونحن نحب الله حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن مقتضيات ألوهيته وربوبيته أن نحبه سبحانه وتعالى حبا شديدا، أن يا يكون سلام. أحب إلينا من الخلائق أجمعين، وأحب إلينا من الجنة، وأحب إلينا من كل مراد لنا. فإذا استطعنا أن نعرف الله جل جلاله، وأن نأنس به، وأن نصدق في التوجه إليه، فحينئذ سيحصل لنا مقام المحبة، ونحب الله جل جلاله. ومن فروع ذلك أن نحب ما يحبه الله، وأن نحب من يحبه الله، وأن نحب أيضا من يحب الله، كل ما له صلة بمحبة الله. نعم. وذلك مقتضي لمحبة هذا القرآن حبا شديدا، لأنه كلام الله جل جلاله، منه بدأ وإليه يعود، هو نوره وروحه وهداه، يا سلام. وهو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو الذي جعله الله حبله وصراطه، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. فلذلك لا بد من محبته حبا شديدا، جميل. وبقدر محبة الإنسان له تكون إفادته منه، ويكون تنويره لبصيرته. فالذي يقرأ القرآن من غير أن يحبه لا ينتفع كثيرا بتلك القراءة فيما يتعلق بتنوير بصيرته. أما الذي يقرأه وهو يحبه ويشتاق إليه ويأنس به، فحينئذ ينال هداه وينال بركته. وقد قال الله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فينال الإنسان هدى القرآن بمحبته وتعلق القلب به، نعم. وهذا الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله أصحابه، عليه وسلم. فكانوا يحبون القرآن حبا شديدا ويفرحون به فرحا شديدا. إذا نزلت سورة منه فرحوا بنزولها، كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد قال ابن عباس: قل بفضل الله، أي بالقرآن، وبرحمته، أي بالسنة، فبذلك فليفرحوا هو نعم خير مما يجمعون. نعم وكذلك النوع الثاني من التدبر هو تدبر معانيه. فهذا القرآن لا بد أن ننظر إليه على أنه رسالة خاصة من الله جل جلاله، موجهة إلى كل فرد منا. فلو أن أي إنسان منا جاءته رسالة من محبوبه الذي يحبه حبا شديدا،
فإنه سيجعلها محل عناية ويقرأها بتركيز وتمعن، ويبادر إلى الوفاء بحقوقها وما تقتضيه منه تلك الرسالة. تصور لو أنك الآن جاءتك رسالة توقن بأنها من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى فلان، وتوقن أنها صحيحة العزو إلى مرسلها، أليست محل تقدير منك؟ طبعا فكيف لو جاءتك رسالة مثلا من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أو أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أو أبي عبد الله مالك بن أنس، أو أبي حنيفة النعمان بن ثابت، يا ستكون سلام محل تقدير وإهلال. طبعا وكيف لو جاءتك رسالة من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان، ستكون محل إجلال متناه وتوقير عظيم. نعم وكذلك لو جاءتك من أبي عبد الله أو أبي عمرو عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى فلان، أو من أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى يا فلان، سلام أو من أبي بكر عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، ستكون محل إجلال وتوقير وتقدير عظيم. يا سلام فكيف لو جاءتك رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله يا عليه الله وسلم إلى فلان، يا وأنت الله تعلم أن عزوها صحيح وأنها متجهة إليك، ستنزلها منزلها الذي تستحقه. يا الله هذا القرآن هو رسالة من رب محمد الذي خلقه وسواه وأرسله وفضله، مرسلة إليك بالخصوص، فهي خطاب لكل فرد منا، وهي سبحان الله رسالة إلى كل شخص من تبلغه هذه الرسالة لأنذركم به ومن بلغ. فنحن جميعا مخاطبون بهذه الرسالة، فلا بد أن يقرأ كل إنسان منا القرآن على أنه رسالة خاصة إليه من ربه الذي خلقه وسواه، اختار الله لها أحسن اللغات وأفصحها وأوضحها، نعم واختار لها من الملائكة أحبهم إلى الله وأفضلهم، وهو أمين الله على الوحي جبريل عليه السلام، واختار الله لها من البشر أفضلهم وأزكاهم وأحبهم إلى الله، وهو محمد صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم، وسلم واختار الله لها من الأمم أفضل الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم وختم الله بها وحيه إلى أهل الأرض، فكانت رسالة مقدسة فيها نور وروح من الله جل جلاله، وبركة وهدى وشفاء، فقامت بها الحجة علينا جميعا، فلا بد أن نقرأها بهذا الاعتبار وبهذه الروح وبهذا التدبر وبهذا المعنى. وحينئذ ستقرأ وأنت حاضر البال، مطمئن لكل ما تقرأه، وتستشعر كل تركيب وكل جملة وكل عمدة وكل فضلة وكل ضمير وكل نعم اسم وكل فعل وكل حرف، وتضع كل كلام موضعه وكل جملة موضعها من قلبك. ولهذا قال أهل العلم: حقيقة التدبر أن تكون الأذن عند اللفظ، وأن يكون القلب عند الأذن. جميل فيكون اللفظ هو النطق، تستحضره الأذن فتسمعه، والأذن تنقله إلى القلب، والقلب يوزعه إلى الجوارح. فإن مررت بآية رحمة فلتسأل الله منها وتثني بها على الله، وتعرف جلاله يعني وإكرامه، فهو ذو الجلال والإكرام. وإن مررت بآية عذاب عرفت أيضا أخذه الوبيل وتمام قهره وقدرته، وخفت منه خوفا شديدا. هنا ربما وإن يبرز مررت بآية تساؤل أمر، شيخنا، معذرة، نعم ولكن حتى نجيب الأخ السائل أيضا في نفس السياق يسأل، فنجيبه في نفس المحور الذي تتحدثون عنه. يقول: كيف نجمع بين التدبر والختم؟ لا منافاة بين الأمرين، فأنت تختم وأنت تتدبر وأنت سائر على ذلك، لكن هذا باختلاف الناس. بعض الناس يسهل الله له قراءة القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالمدكرون المتذكرون يسهل عليهم التدبر وهم يقرؤون القرآن، ويمشي مع أنفاسهم ويعيشون في ظلاله، ويسيرون معه الحال المرتحل دائما، وبهذا يسهل عليهم التدبر، وهم في كل مرة يتطفلون على مائدة الله، فيفتح لهم من المفاتح ومن الأسرار ما لم يكونوا يطلعون عليه من قبل، وما لم يخطر لهم على بال، وربما لم يخطر على بال من سواهم أيضا، فذلك من الخصائص. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين، يا سلام وكل ذلك هبات الله سبحانه وتعالى وأفضاله التي لا حصر لها ولا نهاية لها.
فإذا مررت بآية أمر اعرضها على نفسك، فإن كنت ممتثلا فذلك نعمة تستحق الشكر فبادر إلى شكرها، وإن كنت غير ممتثل فذلك ذنب يستحق التوبة فبادر إلى التوبة. وإن مررت بآية نهي اعرضها على نفسك كذلك، فإن كنت ممتثلا إن كنت مجتنبا فهذا نعمة تستحق الشكر، وإن كنت غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة. وهكذا تسير مع القرآن بهذا السير، وهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. فالمتقن للغة العربي والعارف بفنونها وأفنانها وأساليبها وإدراكها، نعم سيأخذ التدبر منه وقتا لأنه يقف عند كل حرف وعند كل كلمة. وأما الذي يتدبر تدبر المحبة فقط وليس من الناطقين بالعربية، أو من كان من الناطقين بالعربية ولكنه لا يحسن علومها وفنونها وأفنانها وتركيبها وترتيبها، فإنه يكفيه أن يتدبر المعنى العام وأن يسير مع السياق، فيسوقه هذا السياق إلى الإيمان به وتصديقه، كما كان الأعراب إذا سمعوا القرآن يتأثرون به، وكما كان أهل الكتاب من قبلنا عندما يتلى عليهم، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وقال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وبهذا يتأثرون تأثرا بالغا بهذا القرآن الكريم، وينتفعون بعبره ومواعظه على حسب مستواهم في الفهم والإدراك، وكل على حسب ما آتاه الله من ذلك. فالعامي حظه من ذلك ما يفهمه في السياق العام وما يتناوله ظاهر اللفظ، ومن هو فوق ذلك من طلبة العلم الذين يعرفون أن الفاعل مرفوع وأن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، يعرفون شيئا من هذا القبيل يقفون عند حد معرفتهم. ومن كان من أهل العلم الراسخين الذين يتدبرون، فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب آمين. لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. فالراسخون في العلم هم أعلى الناس منزلة في التدبر، وهم أكثر الناس حظا ونصيبا من هذا القرآن وانتفاعا به وتنويرا لبصائرهم وقلوبهم وأفئدتهم بنور هذا الكتاب، وشفاء لعللهم بشفائه، وحياة لأرواحهم بروح القرآن، فهو روح من عند الله. وأما من دون ذلك فعلى حسب مستواه في الفهم، وكل له مقامه لا يتعداه، كما قال نعم تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم.